انتشر بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي خبر قيام الفنانة المصرية ياسمين صبري بسجن والدها إن أرادت ذلك، ما أثار استياء العديد من الناشطين الذين وصفوها بالابن العاق. وفي التفاصيل، فقد جاء حديث المتابعين عن إمكانية سجن والد ياسمين صبري بسببها، وذلك بعد إصدار محكمة الإسكندرية الاقتصادية حكماً بمعاقبة المتهم أيمن إبراهيم أحمد بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10,000 جنيه وغرامة 20,000 جنيه في واقعة سب وقذف ياسمين صبري. وتساءل المتابعون إن كان هذا الحكم سيواجهه والد ياسمين صبري أيضاً، لسيما أن الأخير كان قد شن هجمة عنيفة على ابنته. هذا وكان قد دخل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة زوج ياسمين صبري على خط الصراع بين زوجته ووالدها أشرف صبري، ولذلك أصدر المكتب الإعلامي لأبو هشيمة بياناً شديد اللهجة بشأن والد زوجته، وأكد البيان أن هذه الأمور ستظل عائلية وحلها لا يمكن أن يكون عن طريق التراشق المتبادل عبر صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وأكد المكتب الإعلامي لأبو هشيمة أنه لم يعتد تناول الأمور الشخصية والعائلية عبر وسائل الإعلام، فهذه أمور لها قدسيتها وخصوصيتها وفق البيان. وكان الدكتور أشرف صبري والد الفنانة ياسمين قد رد على تصريحاتها عن علاقتها بأسرتها، والتي أكدت فيها أنه ليس هناك علاقة مع والدها نهائياً. وكتب صبري على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: بعد ما سمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن أبوها في ظهره، أصدقائنا كانوا بيجي البيت بيشوفوها ولما كبرت جبت لها عربية، يا ريت الناس اللي يعرفونا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي إزاي.